حياكم الله من جديد. توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس بفوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين دون مقابل. المجموعة الأولى حسمت سابالينكا بواقع 6-3، وواصلت اللاعبة البيلاروسية تفوق على كفيتوفا لتفوز بالمجموعة الثانية 6-3 أيضا. أرينا سابالينكا ذا وينر اوف 2020 الفائزة بلقب 2020 من بطولة الدوحة، هذه المرة الأولى لك في قطر وبجائزة من بريمير 5. ما هو إحساسك الآن؟ بالتأكيد هو فوز خاص بالنسبة لي المرة الأولى. أنا سعيدة جدا بالفوز بهذا اللقب، والأجواء هنا كانت رائعة للغاية وأنا كنت متحمسة جدا. إذا أظن أنها بداية جيدة في 2020. وصلت إلى الدور الأول في أستراليا المفتوحة، والآن فوز جديد. ما أهمية الثقة التي يمنحك إياها هذا الفوز؟ اليوم نجحت في تحقيق الفوز، وغدا يجب علي أن أتحسن أكثر وأتطور وأن أعمل أكثر بالتأكيد، وأتمنى أن أستمر في هذا الموسم على نفس نسق النجاح الذي بدأته الآن. من يعرف ماذا يمكن أن يحصل؟ إذن ما الذي تودين أن تقولينه لفريقك وللجماهير هنا في مجمع خليفة؟ الأجواء هنا كانت رائعة للغاية، وأنا كنت سعيدة جدا باللعب هنا ورؤية هذه الجماهير وهي تساندني، وأظن أن هذه الأجواء كانت ممتازة. وأشكر أيضا فريقي، لقد قدموا عملا رائع. كان ربما هنالك بعض الأداء ربما المتقلب من جانبه، ولكن أنا سعيد جدا في النهاية. نتمنى لك حظا وفيرا دائما في نهاية الم... بيترا، في بعض الأحيان يجب أن تضغطي بالتأكيد ولكي تحقق الفوز، ولكن مع الرغم من الخسارة كان أسبوعا خاص بالنسبة لك. يجب أن أهنئ أرينا على هذه المباراة، وأيضا أهنئ فريقك وأتمنى الأفضل لهم بالتأكيد في هذا الموسم. إذا كان أسبوعا خالدا في الذاكرة بالنسبة لك. إذا